بالرغم من انغماس العالم في إيجاد سبل القضاء على وباء كورونا، يسجل القطاع الطبي إنجازات في ميادين أخرى. فبعد أول شفاء من مرض السكري منذ فترة، إعلان عن شفاء أول امرأة من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب الإيدز بعد زرع خلايا جذعية. فماذا في تفاصيل هذه التقنيات، وهل ستعمم هذه التجربة؟ معنا من مدينة نيو هافن في ولاية كونتيكت أخصائي فيروس نقص المناعة البشرية البروفيسور أنتوني سانتيلا. أهلا وسهلا بك معنا بروفيسور سانتيلا في غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية. إذن شفيت أول امرأة من الإيدز بعد زرع خلايا جذعية لها، ما الذي يعنيه بداية هذا الانتصار بروفيسور في عالم الطب؟ قبل كل شيء شكرا جزيلا لاستضافتي، ولدي فخر للحديث معكم اليوم. أنا أعتقد بأن هذا معلم تاريخي في محاولة القضاء على مرض الإيدز. الأبحاث كما سمعناها من هذه التقارير مهمة جدا في تقدم العلم، حتى نصل في يوم ما إلى الحديث عن لقاحات واكتشافات علمية تقضي على الإيدز. ولكن علينا أن نتذكر نحن نتحدث عن شخص لم تكن لديها فقط الأيدز، ولكن كانت مصابة بالسرطان، وطبعا بمعالجة السرطان كان هناك زرع للخلايا الجذعية التي كانت فيها اختلافات جينية سمحت بأن يشفى الأيدز كهدف ثاني بعد معالجة السرطان. لماذا هذا مهم؟ هذا مهم، ولكنه طبعا لن ينهي ربما هذا الأيدز، ولكن طبعا ينبغي أن نقوم بأبحاث أكثر. بروفيسور سانتيلا، عندما تحدثنا عن امرأة كانت تعاني من مرضي الأيدز والسرطان، هل يعني أن هذه التقنية التي اعتمدت اليوم لا يمكن أن تعمم على جميع مرضى الأيدز؟ هذا سؤال وجيه جدا. طبعا أتحدث عن الأشخاص الذين لديهم الأيدز الفيروس، ربما لا تكون مراحلهم متأخرة، ولكن زرع الخلايا الجذعية يستعمل لمعالجة السرطان. وحتى في الولايات المتحدة فقط هناك 1.2 من الملايين المصابين بالأيدز، والعلماء الذين يبحثون يقدرون بأنه ربما 50 شخصا في السنة ربما سيكونون في نفس الظروف التي يمكن أن تزرع فيهم خلايا جذعية. إذن هذا ليس شيئا يمكن استنساخه، ومكلف جدا، وهناك مخاطر كثيرة، فهي طبعا عمليات معقدة جدا، ولكن طبعا لوحدها لن تنهي هذا الوباء. لكن بروفيسور، ألن تفتح المجال برأيكم أو الآفاق على تقنيات جديدة لربما مرتبطة بزرع الخلايا الجذعية في مرضى الأيدز تحديدا؟ نعم بكل تأكيد. فطبعا هذا كما قلت معلم مهم جدا بالتقدم في الطب، حتى نتمكن في يوم ما ربما نطور تقنية من نوع ما بيوطبية يمكن أن تتاح للجميع وغير مكلفة وآمنة لعدد كبير من الأشخاص. ربما هذا سيؤثر على الملايين من الناس الذين يعيشون بفيروس الأيدز. هذا كما قلت معلم مهم جدا، وخطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف. كم يحتاج هذا العلاج من الوقت؟ سأغوص قليلا في تفاصيل هذه التقنية بروفيسور، لأنه الجميع اليوم تابع هذا التطور ويريد أن يعرف أكثر عن التقنية وكيف استخدمت في يعني مراحل المرض. اليوم هل يستغرق هذا العلاج وقتا طويلا كعلاج مرضى السرطان؟ Right. So
نحن ندعو هذه رعاية فعالة لأننا نتحدث عن هذه المرأة التي طبعا تخلصت من الفيروس لحوالي 14 شهرا، ولكن ينبغي أن تتابع أيضا في المستقبل حتى نعرف بكل تأكيد بأنها قد شفيت تماما من هذا الوباء. ولكن زرع الخلايا الجذعية طبعا يسعى لتقوية الخلايا التي أضعفها فيروس الأيدز، وحتى لا يمكن أن تؤثر أو يؤثر الأيدز على النظام المناعي. طبعا الإجراء معقد جدا، يتمثل في الدم والخلايا الجذعية التي طبعا لم تحدد لحد الساعة، وربما الحظ أيضا، لأن المانحين يساعدون في تقديم هذه الخلايا لشفاء هذا الشخص. إذن كل هذه الأمور ينبغي أن تكون فعالة ومثالية، ثم يكون طبعا تكون عملية زراعة الخلايا الجذعية التي هي الخطوة المهمة الأولى للتخلص من فيروس الأيدز. ولكن طبعا كما قلت لا يمكن ربما أن تتاح للجميع وللعديد من الأشخاص في العالم الذين يكافحون للشفاء من هذا المرض. شكرا جزيلا لمشاركتك بروفيسور أنتوني سانتيلا معنا الليلة. حدثتنا من ولاية كونتيكت أخصائي فيروس نقص المناعة البشرية. شكرا على كل التفاصيل القيمة.